جمال التراث المصري وتاريخ الحضارة الفرعونية كانوا الانسبيريشن لمصممة المجوهرات عزة فهمي، اللي اختارت انها تعكس كل هالحضارة بطابع عصري بتصاميم مجوهرات خاصة فيها. فتميزت قطاعها بتحويل ستايل المجوهرات الشعبية لقطع جريئة تقدر المرأة تزيدها على هير اوتفيت بيرفكتلي. وهالنقوش الشرقية والكلمات العربية على القطع لاقت اهتمام كبير من العالم العربي والغربي. فهالقطع صارت المفضلة عند كثير من السيلبرتيز مثل ريا أبي راشد، اللي صاروا هالقطع إسنشل بإطلالتها على الريد كاربت. ومؤخرا شفنا الستار مون إيرينجز اللي كانوا اختيارها بالجونة فيلم فاستيفل، وبمهرجان الجونة أيضا كانت عزة فهمي موجودة بقوة، وشفنا مجوهراتها على فاطمة ناصر، ناردين فرق، ومنى زكي اللي كملت اللوك بهالسومة إيرينجز. ومجوهرات عزة فهمي هم المفضلين أيضا عند لارا اسكندر، جيسيكا قهواتي، هند صبري، نيلي كريم، ويسرى أيضا اللي اختارت مؤخرا هالسنيك بانجل المميز، وأيضا شفناها بقطع كثيرة من هالبراند. وهالأورينتال تاتش بتصاميم عزة خلت كثير من السيلبرتيز العالميين يختاروها، مثل ريانا بهالنكلس، نيومي كامبل بهالدوم كاف، وأكيد الشباب لهم حصة أيضا. فشفنا مجموعة من الديزاينز للرجل الشرقي with a very stylish touch مثل هالكافلينجز، النكلسز والبريسلتس.